الربيع تمتد على مئات الأمتار على طول الساحل وعلى عمق يصل إلى 30 قدما تحت قعر البحر الميت. هذا ما توصل إليه علماء من جامعة بن غوريون. أهمية هذا الاكتشاف تنبع في فهم أكثر للتوازن البيئي للبحر الميت، كما أن فرضية إمكانية وجود ينابيع في البحر الميت كانت ممتدة على مدى سنوات، ولذلك جذب هذا الموضوع اهتمام العلماء، وها نحن نتوصل إلى نتائج التي رجونا منذ البداية. هذه النتائج المذهلة هي ثمرة بحث أجراه قسم الجغرافيا والتنمية البيئية، امتد على مدار 3 سنوات وكلف الكثير، حيث احتاج إلى غواصين ومعدات غطس خاصة وجهد مضني، ولكن هذا لا يضاهي شيئا أمام أهمية البحث والاكتشاف في بحر وإن كان ينحسر، إلا أنه لا ينفك يفاجئ العلماء بأسراره الدفينة. هذه الثروة في الطبيعية فاجأت الجميع. هذا الاكتشاف يثبت لنا أن هنالك أشكالا للحياة يمكن أن تتواجد حتى في أماكن لا نتوقعها، فكل فرصة ممكن أن تتوفر من ناحية الغذاء والماء العذب غيرها يوفر أيضا بيئة جيدة للنمو والتكاثر. عجائب البحر الميت لا تنقضي، فقد اكتشف الباحثون أشكالا للحياة تتمثل بأنواع من البكتيريا والطحالب تعيش في قعر البحر، كائنات حية دقيقة تفتح الباب لتساؤلات جديدة حول أهمية هذه الينابيع بالنسبة لعلم الأحياء المجهرية للبحر الميت. الإعلان عن ينابيع عذبة يقال أنها تخرج من قعر البحر الميت، وفي هذا الوقت بالذات يصفه البعض بالحدث الذي يمكن أن يقلب الموازين في منطقة تشكل الثروات الطبيعية فيها لب الصراع والنزاع. من البحر الميت وفاء يوسف، اليوم على الحرة.